السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم ونلقاكم ان شاء الله بصحه جيده. اليوم مع فيديو جديد، ترحب بكم معايا وترحب بنجدة اللي اول مره كيكتشفوا القناه بالصدفه. نقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى ديال القناه طبعا ما تنساوش انكم تنضموا للعائله ديالنا وتضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب، وكذلك ما تنساوش انكم تفعلوا زر الجرس، تضغطوا على الخيار ديال كل هكا باش يوصلكم دائما كل جديد للوصفات. اليوم ان شاء الله مع وصفه رائعه وممتازه جدا في وقف تساقط الشعر، في تطويل الشعر، في علاج يعني الفراغات الاماميه، تتعطيك الكثافه للشعر ديالك، تطول الشعر بواحد السرعه. وصفه رائعه بكل معنى الكلمه، وصفه مجربه 100% وكتعطي نتيجه وكتعطي مفعول. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات وايضا طريقه التحضير، وما تنسونيش ملي لايك ديالكم. اي وحده كتشوف الفيديو او اي واحد كيشوف الفيديو، نتمنى انكم تدعموني باللي لايك ديالكم وتوصلوا ليا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. وغادي نبداو الوصفه ديالنا. غادي نحتاجو فيها كيف ما كتشوفوا معايا لهاد العرق هذا ديال الزنجبيل او سكين جبير كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه المغربيه. هاد يعني العرق طري كيف ما كتشوفوا معايا، فهو عنده فوائد كثيرة بالنسبة يعني للشعر، تحفز البصيلات ديال الشعر على النمو، تيوقف تساقط الشعر، كيطول الشعر يعني بزاف، تيحمي الشعر اللي كيكون الزغبة كتكون هشيشة ومتقردة، فهو كيقوي الزغبة وتيعطي واحد النتيجة زوينة يعني بالنسبة لتطويل الشعر، بالنسبة يعني للفراغات الأمامية، تيعالج مشاكل يعني الصلع. غادي ناخذ منه غير واحد شويه، نتوما كي كتشوفوا معايا يعني ما كديروش كميه كثيره، تاخذوا غير واحد شويه بحال هكذا. وغادي نحتاجوا الحكاكه، بطبيعه الحال الحكاكه اللي كتكون رقيقه هي اللي غادي نستعملوا فيها ان شاء الله. هاد الوصفه يعني غنحكوا هاد السكنجبير الطري، غادي نحكوه هكا في الحكاكه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وما تنسوش انكم طلوا ضربوا طليله على القناه ديالي الثانيه أستي الزبيده، اللي من خلالها ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم جولات، نشارك معكم فلوقات، نشارك معكم بزاف ان شاء الله الاشياء اللي غادي تستافدوا منها وغادي تعجبكم اكيد. فنتمنى انكم حتى هي القناه ديالي الثانيه تدعموني فيها وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد. وفي القريب ان شاء الله غنبقى نشارك معكم كيف ما قلت لكم جولات، فلوقات، روتينات، يعني اشياء اللي مفيده ان شاء الله غادي تفيدكم. بالنسبه للوصفه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، انا حكيت هنا هذاك العرق ديال الزنجبيل الطري، حكيته هكذا، ومهم كديروا غير واحد الطريف صغير كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه لهذا العرق هذا ديال السكنجبير، فهو كيحسن من يعني من كي غنقولوا حنايا الاداء ديال الدوره الدمويه، الدوره الدمويه كتحرك والشعر يعني كيتحفز على النمو. بالنسبه لهذا العرق ديال السكنجبير كيحمي الخلايا ديال الشعر من الترقق، يعني ما كيبقاش داك الشعر الزغبه ما تبقاش رقيقه، مجرد ما غديروا هذه الوصفه الزغبه كتولي قويه وكتصحح، يعني الزغبه كتوقف على الصح، تعطي الرطوبه للشعر، تيرطب الشعر، تعطيه واحد اللمعان، ومفيد بزاف للقشره. الا كنتو كتعانيو من القشره في شعركم او في راسكم ما غتبقاش نهائيا بهذه الوصفه، وجربوا وغترحموني عليها، فالقشره ما كتبقاش نهائيا من بعد ما تستعملوا هذه الوصفه. ايضا يعني هذا العرق ديال السكنجبير كيحتوي على مواد مطهره يعني ضد الجراثيم اللي ممكن تكون في الفروه ديال الراس، وتدير ديك القشره غليظه. الناس اللي كيعانيو من ديك القشره الغليظه يعني في الفروه ديال الراس بهذا العرق ديال السكنجبير غتخلصوا منها نهائيا ما تبقاش. ايضا عندي في الوصفه يعني الثومه، غنستعملوا منها جوج فصوص ديال الثومه. الثومه ضروري تكون الثومه الحمراء وما تكتروش منها، غير جوج ديال الفصوص ديال الثومه فقط، تتحكوهم يعني بالقشور ديالهم هانتوما كي كتشوفوا معايا. وحتى يعني داك العرق ديال الزنجبيل حتى هو تتحكوه بالقشور ديالو هكا باش كيحافظوا على دوك الخصائص ديالهم والفوائد ديالهم هاد المكونات هادو بجوج.
صافي عندي هاد المكونات هادو جوج كيف ما كتشوفوا معايا، حكيتهم في الحكاكة، ودابا غادي ندوزو باش تشوفوا معايا المرحلة الثانية اللي يعني غادي نديروها باش ان شاء الله نحضروا الوصفة ديالنا وتكون واجدة. غادي نحتاجو لزيت الزيتون بطبيعة الحال، زيت الزيتون اللي كيكون خالي من الملح، ما كتكونش فيه الملحة. بالنسبة الى كان عندكم فيه الملحة ديروه في حمام مريم. المهم انا غنستعمل هاد زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا، كديروا غير واحد الكميه قليله، يعني داك المقدار اللي غادي تشقوا به الفروه ديال الراس ديالكم، يعني ما تكتروش الزيت بزاف. ها انتم كي كتشوفوا معايا، وضروري هاد الوصفه ملي ديروها حاولوا ما امكن انكم يعني تكتروا الزيت في الفروه ديال الراس، يعني تديروا الزيت مزيان باش الا كنتو كتعانيوا من يعني تساقط الشعر ومن هاد المشاكل اللي ذكرت لكم من قبل، فان شاء الله غادي ما يبقاش لكم هاد المشاكل كلها، غادي تحيد في مره. صافي انا درت الزيت كيف ما كتشوفوا معايا، غنخلطهم مزيان، وغنجيب واحد الكاسرونه او واحد الاناء اللي غادي نوضع فوقه هاد السلافه. كاسرونه يكون فيها الماء بطبيعه الحال، وكتوضعوا فوق الزلافه وكديروها في حمام مريم يعني في بان ماغي لمده ديال واحد المده ديال 15 ل 20 دقيقه على نار متوسطه. هانتوما كي كتشوفوا معايا، وصافي غنخليها حتى داك البخار كيطلع، كتطلع ديك الغليه. انا غنزيد هنا شويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا معايا، وغنخليها حتى تطلع فيها ديك الغليه، وحتى يسخن ليا داك الزيت مزيان، وديك الثومه مع داك العرق ديال السكينجبير او الزنجبيل يطلق مزيان في هاد الزيت. وغنرجع معاكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا الباقي ديال تتمات الوصفه. فبطبيعه الحال هاد الزيت يعني ما كتخليوش واحد المده طويله على النار، كيف ما قلت لكم المده ما بين 15 ل 20 دقيقه، وكتكون الوصفه كتكون واجده يعني جاهزه. المهم انا غادي نمشي دابا غنديرو على النار، وغنرجع معاكم من بعد ان شاء الله باش تشوفوا معايا كيفاش غادي نصفيو الزيت. ودابا انا رجعت معاكم، غادي ناخد واحد الصفايه، نتوما كي كتشوفوا معايا في الفيديو غناخدو صفايه بهذا الشكل، وغادي نصفيو دوك المكونات. خلاص راهم دابا طلقوه، ها نتوما كي كتشوفوا معايا خليتهم حتى بردو، يعني طفيت عليها النار وخليت هاد الزيت يعني مع الثومه وداك العرق ديال السكينجبير محكوك، خليتهم حتى يعني بردو، ودابا غنصفيهم. ها نتوما كي كتشوفوا معايا، وخلاص دابا راه طلقوا دوك الفوائد ديالهم كاملين في هاد الزيت. صافي كنصفيهم بهذا الشكل هذا، غير باش هذا الشيء ما يلصقش لينا يعني في الشعر ديالنا. صافي غنكمل بنفس الطريقه، غنصفي ديك الكميه اللي باقه ليا. بالنسبه للزيت راه كل وحده غدير القياس اللي غادي يكفيها، يعني باش يكفيها الفروه ديال الراس، ويكفيك حتى للشعر ديالك، لان هذا الزيت زوين دهنوا به حتى الشعر ديالكم، ما تيخليش الزغبه مقصفه كيف ما قلت لكم، ما كيخليش الزغبه دايره جوج روس وناشفه، تيعطي نتيجه زوينه. صافي دابا ها انتم كي كتشوفوا معايا، غنصفيو هذا الشكل هذا، وغنستمر حتى نكمل. بالنسبه لهذا الزيت يعني مباشره من بعد ما كتصفيو كتستعملوه مباشره يعني الراس ديالكم، كديروا به واحد التدليك يعني الفروه ديال الراس مزيان، هي الاولى لمده واحد 3 دقائق باش الدوره الدمويه كتحرك، وبالتالي البصيلات كيستافدوا لينا من الزيت مع دوك الفوائد اللي فيه. ومن احسن انكم يعني تحاولوا ما امكن يعني تهبطوا راسكم للاسفل باش ديك الدوره الدمويه تحرك كيف ما قلت لكم، وديروا مساج او تدليك خفيف. ومن بعد ما غديروا داك المساج غتاخدوا داك الزيت اللي بقى ليكم، غدهنوا به شعركم كامل من الجذور حتى الاطراف كامل، وركزوا على الفراغات الاماميه اللي كيكونوا في مقدمه الراس، حتى هاد الزيت هذا مع هاد المكونات يعني هاد الفوائد راه تينبت ديك الخلفه اللي كتكون عكزانه ما كطوالش، والشعر اللي ما كيطوالش كتشوفوه واصل واحد الحد وما كيزيدش طوال. هاد الوصفه ان شاء الله غتعطيكم نتيجه رائعه بزاف بزاف. وصافي يعني ملي غديروا هاد الوصفه غتخليوها لواحد المده ديال من نص ساعه لساعه المكانه، وتغسلوا الشعر ديالكم،
وتداوموا عليها 2 مرات في الاسبوع، ان شاء الله في مده ديال شهر غتلاحظوا النتائج وغترجعوا اكيد تشكروني عليهم. فانا متاكده ان الوصفه غادي تعجبكم بزاف وغتنال اعجاب العديد من المتتبعين، وان شاء الله تلقاو عليها نتيجه. هادشي اللي كنتمنى، نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم. الا عندكم شي سؤال استفسار مرحبا خليو لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم، وحتى الا بغيتو شي وصفه مرحبا هبطوا عندي التعليقات، ما تردوش انكم تخليو لي الاراء ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه، غنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده عما قريب مع فيديو جديد، وفي امان الله.